ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هعمل قرايه عامه لمواليد برج الجدي. هنشوف فيها المال والعاطفه وكمان العمل. نشوف احوال برج الجدي الشهر ده، شهر 8 اغسطس. بسم الله. مواليد برج الجدي، شهر 8. طيب خليني كمان اخد لك كروت الرومانس، نشوف نسأل على الجانب العاطفي. اوكي، اخد لك كمان كارت من كروت أسئلة الملائكة. كمان اخد لك اللوف اوركل كاردز. برج القوس، سوري، برج الجدي. هنشوف اول حاجه المال والعاطفه، المال والعمل لبرج الجدي. على ما يبدو هنا ان انت مشغول جدا جدا في الشغل وعندك التزامات كتير الفتره دي. خليني اقول لك الابراج، عندك ابراج الجدي والثور والاسد والحوت وتور تاني. تمام. كمان عندك برج العقرب. عندك في الشغل بتاعك الفترة دي للبعض منكو مشاكل وضيق، وحاسس ان هو عايز يسيب الشغل، ولكن ده مش هيحصل يعني ان شاء الله. انت بس عندك ضغط وعندك عبء ومسؤوليات، ولكن كل الامور ان شاء الله هترجع تتصلح تاني، وهيكون في عندك اخبار حلوة لان الامور بتاعتك هتتعدل كتير في الشغل الفترة دي يا برج الجدي، وان شاء الله الامور هتمشي بوتيرة اسرع من الوقت الحالي. كأن عندك حد في الشغل مش كويس، او يعني مديرك متسلط، زميل مش كويس، حد بيحاول يوقع بينك وبين حد في شغلك. الناس اللي عاملة مثلا مشاريع فعندها يعني شوية ضيق وشوية منافسات في الشغل. خد كمان عندك برج الأسد، ف يعني فترة وهتعدي يا برج الجدي. كأن عندك سفر يا برج الجدي، في سفر الفترة دي يعني هيجي لك على مفاجأة كده في الشغل، وفي البعض عارف ان هو فعلا عنده سفر. كمان عندك نجاح في العمل، وعندك ان شاء الله فرص جديدة. الزا ماجيشن بتقول لك ان ده وقت كويس للشغل وللتواصل، وان انت تعبر فيها عن احتياجاتك بقى في الشغل، وان انت تبدأ لو انت صاحب مشروع تبدأ تتخذ منهج جديد كده هوت في شغلك، وتحاول ان انت يعني تعدل في مشروعك، تزود حاجة، تعمل حاجة. لو انت مش في مشروع او حاجة فحاول ان انت تهدي اعصابك وتبدأ من جديد في شغلك، لو كان مفيش فرصة للبعض الاخر ان هو يسيب الشغل بتاعه. ركز على نفسك، حاول تشوف يعني انت عايز ايه، وعندك نجاح ان شاء الله، عندك نجاح، و
البعض منكو هيسيب الشغل ويروح مكان احسن، للبعض هيسيب الشغل هياخد قرار ان هو يسافر او يشوف اتجاه جديد للشغل بتاعه في مكان تاني، وان شاء الله ده هيكون فتحة خير عليه. وكمان يعني حاول ان انت تكون متريث في الحاجة اللي انت هتعملها، وتفكر كويس قوي اذا كنت هتسيب الشغل او اذا كنت هتجدد في مشروع ما عندك. كمان عندك الزسان، ودي بتأكد على نجاحك في الجانب المهني، وان الامور ان شاء الله كلها هتبقى ايجابية، وهتتعدل الشهر ده بتاع شهر اغسطس، وان الامور بتاعتك هتتحسن ان شاء الله. ويعني ما تشيلش هم، الورقة دي مبشرة جدا جدا. وكمان هيجي لك مال، هيجي لك فلوس، لان الزسان من ضمن المعاني بتاعتها ان هي في فلوس او في مال ان شاء الله هتاخده من شغلك. وانت ان شاء الله كده اللي حواليك يعني هيعرفوا قيمتك، وهتتقدر ان شاء الله في حتة الفلوس. اذا كان في حد بيشتغل وشايف انه مش متقدر ماديا، فانت ان شاء الله هتتقدر وهتزيد ان شاء الله يا برج الجدي. فان شاء الله امورك العامه هتتعدل باذن الله، وهيكون عندك انفراجات ماليه. بس الفتره اللي فاتت دي انت كنت مشغول جدا جدا، وعندك عبء كبير في الشغل، بس الامور هتمشي بطريقه وبوتيره اسرع، وهترجع ان شاء الله امورك تتعدل باذن الله يا برج الجدي. برج الجدي تعالى ندخل بقى على حياتك العاطفيه، ونشوف العاطفة بتاعتك بتقول ايه. انا شايفة للبعض يعني جزء منكم عنده مشاكل، وعنده يعني حمول في العلاقة بتاعته دي، ومش مستريح، وفي خناقات وفي مشاكل. والبعض منكم علاقتهم اون اوف، يعني شوية حلوين وشوية مش حلوين، بيتخانقوا مع بعض. شايفة كمان ان انت ان شاء الله الامور كلها هتتعدل، وجاي لك اخبار او رسالة من الشريك هيكلمك اهو، عندك اخبار منه او رسالة هيحاول ان هو يكلمك علشان يصالحك ويبدأ معاك بداية جديدة. فاستبشر بالخير يا برج الجدي. ان شاء الله كمان للناس العزاب عايزه اقول لكم ان في حب جديد هيدخل حياتكم، في حب جديد او في حد جديد ان شاء الله. كمان الامور هتتعدل، هتكون احسن من الاول، لانه الشخص ده عارف قيمتك. الناس اللي ما فيش بينهم لحد الان لسه تواصل، او بقالهم فترة مش متواصلين مع بعض، فانا حابة اقولك ان في بينكم تواصل روحي، يعني التواصل ما تقطعش. اذا كنتوا مش بتكلموا بعض تليفونيا من فترة او بتشوفوا بعض، ففي تواصل روحي، في حاجة كده شدكم لبعض، وفي تفكير بينك وبين الشريك، يعني هو ما راحش من بالك وانت ما روحتش من باله. فانا شايفة ان في رجوع ان شاء الله، وفي انفراجة في امورك العاطفية. شايفة كمان ان علاقتك ان شاء الله هتتقدم بوتيرة سريعة، و هتمشي يعني العلاقة دي في الاتجاه الصحيح، هتمشي في الاتجاه الصحيح، والامور بتاعتك هتمشي بوتيرة اسرع ان شاء الله يا برج الجدي. كمان عندك الزسان، والزسان بتقول ان العلاقة بتاعتك يعني كأن كده هتشرق عليها الشمس، والشريك حابب ياخدك ويسافر بيك، يروح بيك مكان. الناس المتجوزين كأنهم عايزين يروحوا رحلة اهو، واخدين اولادهم ورايحين مسافرين مكان، كأنكم هتاخدوا اجازة، كأنكم هتستجموا في مكان معين، هتروحوا مكان فيه مية، فيه بحر، يعني ممكن تكونوا هتروحوا تصيفوا،
يعني الكارت ده في احتفال، في يعني سفر هتروحوا تستجموا في مكان، وكأنكم عايزين ترتاحوا من الضغوط اللي حواليكم. شايفة كمان الناس اللي مش مرتبطين هيرتبطوا في احتفال ان شاء الله في بيتكم، في احتفال كمان. شايفة للبعض اللي هم متزوجين وعندهم اولاد ان في عندكم نجاح في البيت، هتحتفلوا بنجاح حد من الولاد، في حد نجح بعد مجهود كبير، فظاهر هنا ان شاء الله يعني في نجاح وفي احتفال. الناس اللي هم متزوجين ومعاهم اولاد، يعني المتزوجين ان شاء الله شايفة الفترة دي عندهم هتكون مستقرة ومفيش عندهم اي مشكلة ان شاء الله. خليني اشوف كروت الرومانس بتقولك ايه. Free yourself. It's time to take back control of your life. ده او حان الوقت ان انت تحرر نفسك وتبدأ تعمل كده يعني كنترول على نفسك وعلى حياتك، وتبدأ تظبط حياتك كده زي وحيد الكارن اللي انت شايفه هنا قدامك. حاول ان انت تحرر نفسك من اي ضغوط، من اي حاجة سلبية في حياتك. لما تعمل كده وتحرر نفسك من الطاقة السلبية دي، هتلاقي الامور بتاعتك لوحدها رجعت واتظبطت. لما تحرر نفسك هترجع تسيطر تاني على نفسك، هترجع تسيطر تاني على حياتك ومشاعرك. و يعني بتقولك حب نفسك، انت لو حبيت نفسك هتحب شريكك. حب نفسك، حاول ان انت تراعي نفسك، تخلص من اي ضغوط ومن اي طاقة سلبية حواليك. حاول ان انت تحرر نفسك، حاول ان انت تخرج. يعني افرض ان انت حد وحيد ما عندوش حد، اخرج يعني غير من نمط حياتك، اطلع تحت ضوء الشمس، اطلع شوف الطبيعة، بصوا كده شوف الطبيعة. حاول ان انت تتخلص من اي ضغط حواليك او اي حاجة بتأثر عليك بالسلب يا برج الجدي، فما تخليش حاجة تأثر عليك وتأثر على نفسيتك، لان ده هيحطك تحت ضغط. حاول ان انت تحرر نفسك. الناس اللي في حياتهم هيكون رجوع، بس يعني هتستنوا شوية بس، الامور هترجع تتعدل تاني. هيكون في رجوع ان شاء الله. بصوا الكارت ده، وكمان هيكون في مقابلة، في لقاء مع الشريك، وفي كلام بينك وبينه. انا زي ما قلت لك استنى منه، اهو البعض استنى منه رسالة او مكالمة تليفون او ايا كان، هيكلمك بقى على وسائل التواصل الاجتماعي، يبعت لك مسج، بس في ميتنج اهو، في لقاء وفي محادثة اهو، ميتنج اند كونفرسنج، في مقابلة، في ميعاد بينك وبينه. ان شاء الله هيحاول انه يكلمك، وهيحاول يعني يرجع العلاقات تاني معاك، لانه هو ما بيحسش بالراحة غير معاك. للناس المرتبطين، وممكن لو انت حد مش مرتبط، في حد من الاصدقاء يعني المقربين ليك هيكلمك ويقولك نخرج نطلع مع بعض. ده للناس اللي مش مرتبطين، هتلاقي في حد بيكلمك وبيقولك يلا نطلع نخرج مع بعض. ولكن انا شايف على الصعيد العام العاطفي ان شاء الله الامور كلها الفترة الجاية هتكون في تحسن. واتمنى يا رب تكون القراءة عجبتك يا برج الجدي. لو سمحت لو عجبتك متنسيش تضغط لايك وتشترك في القناة. لو انت حد جديد فعل زر الجرس علشان اي فيديو جديد ينزل يوصلك بيه اشعار. يا رب تكون القراءة عجبتكم، واشوفكم في فيديو جديد.